اليوم أحد الأصدقاء كان عم يدردش مع تشات جي بي تي اللي أعطاه أحلى معلومة تاريخية عن معركة مو موجودة أصلاً، لأ واسترسل بالمعلومات وأكد عن أهمية المعركة. فاليوم حبيت أحكي ليش ممكن يصير هيك شيء وكيف نحصل على إجابات دقيقة من تشات جي بي تي. خلينا نبلش. يا ويلكم جميعاً. يلي ما بيعرفوا تشات جي بي تي هو نموذج لغوي بيعطي أجوبة بشكل نصوص بلغة طبيعية بشرية وممكن يجاوب عن كتير أسئلة أكثر مما بنتخيل. هالنموذج بيحلل كميات ضخمة من البيانات النصية وبخوارزميات الذكاء الاصطناعي بيتعلم وبيقدر يولد أجوبة بالاعتماد على البيانات يلي بيتعلمها. تقدر كمية النصوص يلي تدرب عليها تشات جي بي تي بالنسخة الثالثة منه 570 جيجا بايت من البيانات. ففعلياً رواية مثل دون كيشوت يلي هي 1000 صفحة تقريباً إذا حطيناها بمستند نص ممكن تأخذ من 10 إلى 20 ميجا بايت، يعني 0.35% من البيانات اللي تدرب عليها تشات جي بي تي 3. طبعاً مع كل هالبيانات والنصوص والإمكانيات الرائعة تشات جي بي تي ممكن يعطي معلومات خطأ أو غير دقيقة أحياناً، بس شو السبب؟ ما شاء الله بيعرف كتير. فعلياً في 4 أسباب رئيسية لهالشي. أولهم ضعف السياق. أحياناً ممكن تشات جي بي تي يلاقي سؤال غامض أو ما فيه كتير بيانات، فهو بيحاول يلاقي جواب مهما كان، وكونه هو بيعتمد على تحليل كمية ضخمة من البيانات، ففي حال كان ما في سياق معين يخليه يوصل لتحليل صحيح للبيانات عنده، فبيعطي جواب ممكن يكون أي كلام حرفياً. تاني شيء هو خلط البيانات. بما إنه تشات جي بي تي مدرب على كمية ضخمة من البيانات، فممكن يكون في بيانات متضاربة موجودة، لكن في ثقل للمعلومة الأولى أكبر من المعلومة الثانية. بالتالي تشات جي بي تي بيعتبر الإجابة الأولى أصح من الثانية حتى لو كان هالشي فيه تحيز لإجابة على حساب إجابة تانية. وثالث سبب هو اللغة بحد ذاته. اللغة الطبيعية صعبة مو سهلة حتى لو كان تشات جي بي تي قادر يجاوب ويحكي بلهجات لدرجة معينة، لكن ممكن كلمة واحدة تخلي النموذج يخربط ويفسر بطريقة مختلفة، وهالشي بيعطي عدم يقين بالمعلومة. وهيك لما بنحصل على جواب بكون هالجواب خطأ، خاصة إنه تشات جي بي تي ما عنده قدرة يحلل اللغة غير إنها لغة بتكويناتها وتركيباتها وقواعدها، لكن ما عنده إحساس باللغة أو مثلاً يحس بالسخرية وراء سؤال معين أو إنه يقدر يعطي نكتة بتضحك ولو شوي. وآخر سبب رئيسي هو نقص المعرفة بشكل عام. إيه هو تدرب على 570 جيجا بايت، بس ممكن تكون أحد المجالات ما فيها كتير معلومات يقدمها، مثل لما نسأل على موضوع جديد تشات جي بي تي لسه ما قادر يوصل لمعلومات عنه، فإما رح يرفض يعطي بيانات أو رح يعطي بيانات مو كتير دقيقة وفيها غلط. طيب وإذا بدنا أجوبة صحيحة شو نعمل؟ في بعض الأمور ممكن نخليها ببالنا ونشتغل عليها لنحصل على إجابات. أول شيء لازم نحدد السؤال قد ما نقدر، مو بس إنه حدثنا عن التاريخ اللي هو كتير، المفروض نحدد الفترة الزمنية والمجال اللي نحن عم نسأل منه، هل هو دراسة تاريخية أو وظيفة مدرسية؟ وممكن نذكر شخصيات وحدث رئيسي مرتبط بهالفترة لنحدد السؤال أكثر وأكثر. وتاني شيء هو إنه نحن ممكن نرجع بالسؤال بعد ما نحصل على إجابة، ممكن نطلب تفاصيل أكثر حول نقطة معينة أعطانا إياها تشات جي بي تي، أو نسأل سؤال إضافي عن موضوع ذكر لنا إياه، وهيك بنحصل على دقة أكثر بالجواب. وتالت شغلة نعرف حدود تشات جي بي تي ونحكي بلغة واضحة وصحيحة. ما لازم نتوقع دائما إجابة صحيحة من تشات جي بي تي، لأنه مثل ما حكينا له قدرة معينة ومعلومات متاحة بقدر محدود ولو كانت ضخمة. بالنهاية إذا ما في وصول لمعلومة معينة ما لازم نستناها منه. وآخر شيء هو التحقق من الإجابة بشكل خارج عن تشات جي بي تي من مصادر تانية، ونعطي هالأمر لتشات جي بي تي. في دائما جنب الجواب زرين مثل لايك وديسلايك، ممكن نقول إنه هذا الجواب صحيح ودقيق، وممكن نقول لا وليش لا كمان. وأحيانا تشات جي بي تي بيصلح جوابه لما نقول له إنه جوابه خطأ وبيعطي جواب أصح أحيانا. بالنهاية تشات جي بي تي هو لا خلاف نموذج قوي جدا وممكن يساعدنا بكتير مجالات بالفعل، حتى لو بيعطي شوية أجوبة غلط هالشي ممكن يتحسن ويوصلنا لنماذج دقيقة أكتر بكتير. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وحطوا لنا أسئلتكم بالتعليقات. سلامات.